إياك ثم إياك ثم إياك أن تكون خصما لشخص ليس له إلا الله، أن تكون خصما لشخص ليس له إلا الله. إياك أن تعادي أحد ليس له إلا الله. لا يغرنك إن كنت مديرا لك سلطة وسطوة وهو موظف مسكين. لربما أنت في ليلة هادئة وكنت ضاحكا مبتسما وهو قام فتوضأ وصلى ركعتين لله ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني مغلوب فانتصر، فينتقل ملف القضية من الأرض إلى السماء فيقول الله لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا يغرنك